سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنديروا التطبيق ديال الكوزه اللي كتجي في نص الطوق، كوزه عريضه. ونبداو بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا هنا جيت هبطت بهاد الكورميطه ديال جوج، هبطت بها من التحت، هبطت بها غير واحد شويه باش نثبت نص الطوق ديالي، باش كتجيكم الخدمه سهله. كديروها الطريقه هذه، كتسبقوا شويه كتخدموا لتحت، ولا كتهبطي حتى لتحت عاد كتبداي الطوق ديالك. نبداو على بركه الله. كنجيو كنديروا دقه في الثوب، كنطلعوا مع جوج غرزات اللي عندنا. كنتمنى يكون واضح. كندير دقه في الثوب، وكنرجع فيهم. هنا الحرير مبروم على جوج شعرات، والبرا نمره خمسة. كندير دقه في الثوب، وكنزيد غرزه من الجنب. كننقز هاد الغرزه اللي عندي هنا الثانيه، وكنشد الغرزه الثالثه، كندير دقه في الثوب، كنزيد غرزه من الفوق، كنخدم في هاد الخويط هذا جوج غرزات. وكنخدم هاد الزياده اللي زدت في الجنب. كنديروا دقه في الثوب، كنحاولوا نبعدوا شويه في الاول. كنزيدوا غرزه، وكنقز هاد الغرزه الثانيه، وكنشد في الغرزه اللي فوق منها، وكنقز هاد الغرزه اللي فوق من هادي اللي شديت، كنشد في هاد الغرزه الاخيره. صافي، كندير دقه في الثوب، كنزيد غرزه من الجنب، كنبقى نزيد غرزه من الفوق وغرزه من التحت باش كتبقى تعرض لينا الرنده ديالنا اولا الكوزه. ما نساوش هاد الزياده اللي كتكون عندنا في الجنب، خدموها. صافي، كنقصوا هاد الغرزه اللي فوق منها، ديما كنزيدوا غرزه من الجنب وكنقصوا اللي فوق منها. كنقزو هاد الثانيه حتى هي، لا عفوا، كنخدمو الثانيه، عاد كنقزو هادي اللي فوق منها. كنزيدو غرزه من الجنب، كنحاولو نشدو هاد الخيط كامل،
ديما كنبقاو نزيدو الغرز من الجنب، كنحاولو صافي. دابا غنقزو هاد الغرزة التانية، كنخدمو هاد الغرز عادي. كنقزو هادي اللي تحت من هاد العوينه، هادي اللي فوق من هاد العوينه، كنشدو اللي فوق منها كنزيدو غرزه. كنخدمو جوج غرزات في هاد العوينة، كنرجعو مع هاد الغرز عادي. كنخدمو جوج غرزات في هاد الخويط، كنخدمو هاد الغرزة الأخيرة ديال الزيادة. صافي كنبقاو غادي بنفس الطريقة، كنزيدو غرزة من الجنب، كننقزو الغرزة اللي فوق منها، وكنخدمو هاد الغرزة اللي في الوسط ديال هاد العوينة. كنخدمو هاد الغرز كاملين عادي، ملي كنوصلو هاد الغرزه اللي من قبل الاخرى كننقزوها، وكنخدمو في الغرزه الاخيره. كنتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم. صافي هنا عندنا العمليه كتبقى تتعاود، نخدمو كل خيط كنخدمو فيه جوج غرزات. كنرجع معاهم ومن بعد نرجع معاكم. من بعد ما رجعت مع الغرز كاملين، الكوزه ديالنا بدات كتشكل عندنا. صافي كنديرو طقه في الثوب، كنزيدو غرزه من الجنب، وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنحصلو على العدد اللي بغينا في نص الطوق. صافي تنقطعو الثوب وكنقادوه، ومن بعد نخدمو الخدمه ديالنا عادي باش نبقاو نسدو في الكوزه. هاد الغرزة هادي ما قبل الأخيرة، صافي ندير دقة في الثوب ونرجع معاهم تاني عادي. أنا غنمشي نخدم واحد المسافة ونرجع معاكم. صافي أنا هنا مشيت ورجعت معاهم حتى حصلت على هاد
العدد عندي دابا هنا 22 غرزة، كتحسبوا هاد الأعين هادو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أنا غنزيد مازال نزيد غرزة من التحت ومن الفوق باش تولي عندي 24 غرزة. انا هنا كنحبس الكاميرا باش ما يجيناش الفيديو طويل، كنحاول نخدم شويه ونحبس الكاميرا. صافي كنقز هاد الغرزة من قبل الأخيرة وكنخدمها. غنزيد غرزة ونخدم في هاد الخويط جوج غرزات. نرجع مع الغرز كاملين. صافي من بعد ما كملت العدد اللي بغيت في العرض ديال الراندا، غادي نقاد الطوق ديالي، نقطع هذا نص طوق ونقادو ونرجع معكم. صافي من بعد ما قديت نص طوق على هذا الشكل، ثبتو هنايا بالبرا الخيط. صافي غنخشي هاد الخيط في وسط الثوب باش نخدم عليه، وغندير خيط جديد. صافي من بعد ما كنخدم الغرز كاملين، كنجي حتى لهاد النقطه هادي، كنخليو هاد الغرزه اللي تحت من هاد العوينه وكنشدو في الغرزه اللي وسط منها. كنخدمو الغرزة اللي فوق منها والغرزة الأخيرة. صافي وكنشدو في الثوب عادي. كنرجع مع الغرز ديالنا. كنخدمو في هاد الخويط، كنضربو فيه جوج غرزات. وكنرجع مع الغرز اللي عندي كاملين. صافي من بعد ما رجعت مع الغرز كاملين، ندير دقة في الثوب ونرجع معهم. ونضرب وسط هاد العوينة اللي عندي هنا وننقز الغرزة اللي فوق منها. صافي كنبقاو غادي بنفس الطريقة، كنبقاو غاديين بنفس الطريقة. غنقصو هاد الغرزة اللي تحت من هاد العوينة باش ما يتغلطش لكم، ما يتغلطوش لكم الغرز. ديما الغرزة اللي تحت من هاد العوينة هي اللي كنقصو من كونو كنسدو في الكوزة ديالنا.
صافي وكنخدموا الغراز الاخرين عادي. صافي الجوزه ديالنا ها هي بدات كتبان، كنحاول نخدم واحد شويه باش ما نطولش عليكم الفيديو. الطريقه راه باينه وسهله، خاصها غير شويه ديال التركيز. كنضربوا عفوا ديما كنضربوا هاد الغرزه هذه اللي عندنا في الوسط ديال هاد العوينه، هذه اللي عندنا هنا كنضربوا فيها وكننقزوا اللي فوق منها. بنفس الطريقه كنخليو هاد الغرزه اللي تحت من هاد العوينه اللي غنضربوا فيها، صافي وكنمشيو عادي في الغرز ديالنا. صافي كنرجع في الغرز ديالي عادي، كنخدم كل خويط كنخدم فيه جوج غرزات. صافي انا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكوزه ديالي ونرجع معكم. لاحظوا معايا دابا من بعد ما كملت الكوزه ديالي كتبقى لي واحد الكوزه واحد العوينه هنايا، غادي ننقزها باش كنسدو الكوزه، يعني كنشدو كنخدمو هاد الغرزه وكننقزو هاد الغرزه اللي عندنا في الوسط كنخدمو اللي فوق منها. بهذا الشكل كنكونوا سالينا الكوزه ديالنا، مي كنرجعوا كنضربوا فيها جوج غرزات. من بعد كنبداو الغرزه ديالنا عادي كيف بدينا من الاول، كنجيو كننقزوا جوج غرزات من الجنب وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه باش بدينا. كنتمنى الشرح يكون واضح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.